هنا خان يونس جنوبي قطاع غزة، مذابح صهيونية لا تتوقف، جل ضحاياها أطفال ونساء، آخرها خلفت استشهاد عشرات المدنيين منذ منتصف ليلة الأحد تحت قصف طيران الاحتلال ومدافعه. بعد كل غارة صهيونية هنا تتناثر أشلاء الشهداء الفلسطينيين من المقيمين والنازحين، وتبدأ محاولات انتشال المفقودين من تحت ركام البنايات المدمرة. فيش مكان آمن في قطاع غزة، كل هيتنا تحت القصف، كل هيتنا تحت الموت، كل هيتنا تحت الدمار، نساء عرايا ما حد عارف لهم، مش عارفين مين هادي ومين هادي، أطفال ما لهم أي سبب، ما لهم أي ذنب. كل شيء بيصير خارج عن حدود القانون، كل شيء بيصير خارج عن حدود العقل، حتى العقل مش قادر يستوعب كل هذا اللي بيصير فينا. المجزرة المروعة أسفرت عن استشهاد 27 فرداً من عائلة باريس، نصفهم من الأطفال، بالإضافة إلى العديد من النازحين الذين آوتهم في منزلها غرب خان يونس. في المناطق التي تصنفها سلطات الاحتلال آمنة، يقصف الطيران الحربي مواقع وخيام النازحين المهجرين قسرا من محافظات شمال ووسط القطاع. احنا نقارب 33 شخص، انا اطفال ونساء وكبار، والساعة 12 بالليل فجأة واحنا نايمين لقينا الصاروخ نازل علينا. احنا ادمحها هذا العيله من السجل المدني كامل، ولا شخص ولا طفل ولا مره ولا زلمه ولا كبير ولا صغير، كلهم بتاتا ما ضل حد فيهم، انا الوحيد ضليت من كل العيله، كل العيله راحت. بعد 67 عاما على مجزره الاحتلال بخان يونس في 12 نوفمبر 56 التي راح ضحيتها مئات الشهداء، يعود الكيان إلى المدينة الفلسطينية لاقتراف أفظع المذابح للتغطية على خسائره الفادحة في جبهات القتال.